مرحبا، في هذا الفيديو سوف نعرض ثلاث طرق لحفظ أي معلومات جديدة تبحث عنها. لا يتم عادة تعليم أساليب التلقين بشكل فعال جدا، إذ يتطلب التلقين الفعال قدرا كبيرا من الإبداع، فإنه يتطلب منك فتح أبواب عقلك الطفولي كما سترى في هذا الفيديو. ها هي التقنيات الثلاث لحفظ أي معلومات جديدة. أولا، علامات مرئية. تعتبر العلامات المرئية مفيدة جدا أثناء القراءة أو محاولة حفظ المفاهيم. لاستعمال هذه التقنية عند القراءة، عليك أن تعمل على تشكيل صورة ذهنية قوية لكل فقرة تقرأها، ويجدر أن تذكرك هذه الصورة بمحتوى الفقرة. وبعد بضع فقرات يمكنك أن تشكل قصة عبر جمع الصور الذهنية تلك، وعبر إعادة هذه القصة في ذهنك ستتمكن من تذكر المعلومات التي تحتويها هذه الفقرات. ثانياً، طريقة الموضع. تعتبر طريقة الموضع طريقة فعالة من أجل حفظ القوائم التي قد تساعد في الأمور، بدءاً من خطاب عام تلقيه وصولاً إلى قائمة البقالة. تتطلب هذه الطريقة أن تكتشف موضعاً تعرفه جيداً مثل منزلك مع اتباع مسار معين، ومن ثم عليك اختيار عدد قليل من الأماكن البارزة على طول هذا الطريق الذي يبرز أمامك. في كل من هذه الأماكن ستضع علامة بصرية تذكرك بأداة محددة على القائمة التي تحاول أن تتذكرها، وكلما كانت العلامة البصرية سخيفة كلما سيكون من الأسهل أن تتذكرها. إن اعتماد المسار نفسه في خيالك سيقودك من خلال القائمة التي كنت قد حفظتها. على سبيل المثال، إن أردت أن أتذكر قائمة البقالة التي تحتوي على الخبز ومعجون الأسنان، سوف أبدأ من خلال المشي عبر الباب الأمامي من منزلي. عند فتح الباب الأمامي سأجد الخباز وهو يصنع رغيف الخبز الطازج في فرنه الحجري الذي أقامه في جدار منزلي. وحين أكمل السير في منزلي أصل إلى مطبخي فأرى قطاً في المجلى يلعق الصحون القذرة، ولهذا السبب أسنان القطط قذرة جداً، وعبر إعادة هذه القصة في ذهني أتذكر أنني بحاجة إلى الخبز ومعجون الأسنان. ثالثاً، التكرار في فترات متباعدة من الوقت. يعتبر التكرار في فترات متباعدة من الوقت التقنية الأكثر شيوعاً بين تقنيات الذاكرة هذه، غير أنه لا يتم استخدامها معظم الوقت بشكل صحيح. إذا كان هناك من تعريف محدد تحاول أن تتعلمه، فسوف تقوم بتكراره يومياً حتى تتمكن من إلقائه بشكل تام. عندما يحدث هذا، تحتاج إلى تغيير وتيرة قراءة هذا التعريف من القراءة اليومية إلى الأسبوعية، وهذا سيكون اختبار لمدى قدرتك الطويلة على تخزين هذه المعلومات. وكلما زادت صعوبة تعلم التعريف، كلما يرجح أن يتم حفظها في الذاكرة على مدى أطول. ثمة تطبيق يدعى أنكي، وهو مفيد جداً في تذكيرك بالأشياء التي ترغب في ممارسة تكرارها ضمن فترات متباعدة من الزمن، وتفيد هذه التقنية بشكل كبير في تعلم مفاهيم وتعاريف ولغات جديدة. يخولك استخدام هذه التقنيات بالتزامن مع بعضها البعض وبشكل يومي إلى إعادة تزويد قدرة دماغك على تعلم وتخزين معلومات جديدة. لا أحد لديه ذاكرة سيئة، إنها فقط مسألة تعلم التقنيات المناسبة وتمرين عضلات دماغك كل يوم لضمان بقائها قوية.